صباح الخير نور. هدية؟ هدية لإلي؟ شكرا لإلك. بالأول شوفي من مين الهدية. شو قصدك من مين؟ يعني هاي ما أنا منك؟ أنتي قرية لحالك. قطعة من الشمس للفتاة المشرقة دوما نور. عادل؟ إيه؟ هو اللي بعت الورود والهدية؟ مو ملاحظة إنه صريح زيادة وعم يتزاكى كتير؟ ما صار لي يومين بعرفه وبلش هدايا؟ على الأقل بعت هدية. في ناس محرومة حتى من الهدايا. شوفي نور، صراحة أنا حبيته كتير لعادل، ومتأكدة الهدية اللي بعتها حلوة ورح تعجبك كتير. أكيد رح تكون حلوة. الهدية غريبة شوي، وهالشيء له سبب، وهو إنه اللي بعت لك إياها غريب عنك. فعلا مزبوط اللي عم يحكي، هالهدية تشبه صاحبة، مثل بعضهم مهرجين. ماشوكا عم تسمعيني؟ وينك انت؟ جاية. يا الله ما بيعرفوا يشتغلوا شيء من دون ما أكون معهم. نور استني اسمعيني شوي، بعتي له رسالة واشكري على الهدية. شكر؟ على الهدية البشعة؟ جاي على بالي جيب علبة عبية حيايا وصار الصير وأبعتها للمهرج. نور طيب انسي الهدية، على الأقل شكريها على الورد، يعني بعتي له رسالة. لشو؟ لأنه ببساطة عادل معجب فيكي. شي طبيعي يعجب فيني، أنا ظريفة كتير. طيب وعادل هو التاني شو ناقصه؟ ليش ما عم تعطيه فرصة؟ شعيرة القصة مو بعادل، صدقيني بصراحة القصة فيني أنا. بالأول خطبتي فشلت وانتهت، وبعدين زواجي انتهى لأنه الناس صاروا يقولوا عني منحوسة، يا أما صاروا يسموني المطلقة. يعني وحدة مطلقة ما رح تلاقي شاب بكل سهولة؟ كل بوبال عم يقولوا عنا أنها منحوسة. أنا شو ذنبي؟ بس يا شعيرة بكفي لهون وخلص. تعرفي شو؟ من لما كنت صغيرة كان عندي حلم إني أتزوج ويصير عندي عائلة. هالحلم ما تحقق، ولهيك أنا أخذت قراري إني شيل من راسي فكرة الزواج. بدي أعيش حياتي وأنا مستقلة، وما عاد بدي يدخل أي رجال على حياتي. بدي أصنع بإيدي هويتي وشخصيتي المستقلة. إذا هيك أنتي عم تفكري فتأكدي إني معك، وأنا بوافقك على رأيك نور إنه كل مرة لازم إنها تسعى تكون مستقلة. وهلأ إذا كنتي حابة إنك تركزي على مسيرتك المهنية فأنا رح وقف جنبك، وبوعدك إني ما عاد إلك لازم تتزوجي. بس المشكلة أمي مين بده يقنع؟ بعرف إنه ما رح توافق. خلص أنا بحكي معه، وأنا متأكدة إنه رح تفهمك. خليكي مطمنة، وأي قرار رح تاخدي نحن رح ندعمك فيه. هلأ مو وقت إنك تتخبي، هلأ وقت لازم تخلي كل العالم تعرف مين أنتي وشو بتستاهلي وبتستحقي. مظبوط يلي عم تحكيه يا خانو، الزواج ما له طعم بنوب. كل اللي حكيتيه مظبوط، لازم الواحد يركز على شغله، وهاد عادل أفندي ما في داعي تعطيها الأهمية. لحظة شوي، انت شو عم بتقول؟ هلأ الزواج صار شغلة ما له طعم برأيك؟ يا خانو أنا ما كنت عم بحكي عنها، بس كنت عم بحكي عن الباقي بصراحة. هاي اسمعيني، تنزلي على السوق؟ لا ما في داعي، في شغلات بالحياة أهم بكتير من النزلة على السوق. بالله عن جد عم تحكي؟
معقول هالشي؟ طيب شو القصص المهمة أكتر من النزلة على السوق؟ اسمع، عندي شغلات كتير أهم من السوق، وإنت ركز بشغلك وما عليك، واتركني أنا أشتغل شغلي. إيه مو مشكلة، إذا عندك شغل أنا كمان عندي شغل، ماني فاضي. آذان يلا روح أنت هلا، لا تتأخر على شغلك. اسمعي شو بدي أقلك يا خانو، أنا ما فيني بعد عنكم. واحدة القلب والتانية هي الروح، بلاكن أنتو التنتين أكيد أنا كنت بموت. ما تحكي هيك، بكره هالحكي أعظم. لا تقلقي حبيبتي، طالما نحن مع بعض ما بيصير علينا شيء. ونور أنتي بتضلي بعيدة عن عادل، فهمتي؟ مو ضروري تعطيه أهمية كبيرة. بدي أفهم ليش ما بتخلي حدا يقرب عليها لنور؟ شايرة، طالما أنتي جنبها هالمجنونة شو بدها بحدا تاني؟ عادل عم يتصل. وانتي مشغولة على القليلة. طيب قولي له شكرا نور. ما في وقت. يا الله أنا رايحة. لا شايرة، عادل عم بدق. أنا كنت رح أتصل فيك عادل. عن جد أنا آسف كتير شايرة، بعتذر منك، آسف إني عم أزعجك، لا تواخذيني، بس أنا حابب شوفك من شان نور. وأنا كمان حابة شوفك ونحكي عن نور. حلو، طيب قولي لي وين فينا نلتقي؟ عادل أنت فيك تجي على البيت؟ لا مستحيل شايرة، هلأ بيكونوا نور وآذان عندك وما رح أخذ راحتي بالمرة بالحكي قدامهم. بس إذا ما عندك مانع. شو رأيك أنت تجي على بيتي؟ أنا؟ إيه؟ ماشي عادل، لكن بجي لعندك. ماشي تمام، رح أبعت لك العنوان بالتفصيل. ايه شكله عادل عجبته نور كتير، بس أنا إذا خبرته بقرار نور الأخير أكيد رح ينكسر قلبه، بس ضروري كتير إنه يعرف الحقيقة. دلروبا وقف واسمعني شو عم قلك. عم تسمع ولا لا يا مجنون؟ هاي دلروبا. ايه عم اسمعك. عادل بعت لها لنور هدية كتير حلوة وبتجنن مشان يخليها تحبها وتحاكي، بس نور رفضت الهدية اللي جاب لها اياها وما قبلتها. ايه وشو فيها؟ اصلا الحب على طول بيصير فيه مثل هيك قصص. صح كلامك، ناس أيوة. محظوظة أيوة. وعندها أيوة. كل شي بهالدنيا. ايوه الحب، المشاكل، الفرح، بس يا حسرتي الحب بعيد عني وما في حدا لحتى أتخانق معه. ومشان هيك وبسبب هذا الزمان الظالم بالنسبة إلي حطيت على الحب إكس، وهلأ ما في غير رينفير هو حبيب دلروبا. والأستاذ عادل عامل أيوه. حاله مثل نجوم السينما. أيوه. السيد عادل والست نور ما رح يتفاهموا مع بعض، وتذكري كلامي. وإذا تفاهموا مع بعضهم التنظيف اللي عليكي أنا بساوي. هاد وعد؟ إيه طبعاً. لا تفرح يا مجنونة، لأن الشرط أنا رح أربحه. شكراً لأنك إجيتي. أهلا وسهلا. تفضلي رجاءً. تفضلي فوتي لو سمحتي. تفضلي خدي راحتك، ارتاحي هون إذا بتحبي. عادل لا أنا مرتاحة هيك، إجيت بس لحتى أقلك شي. تفضلي. شوف عادل، نور غالية كتير على قلبنا، وبصراحة ما بدي إنها تنجرح عاطفياً من جديد. بتمنى أنك تفهمني. هذا اللي بدي إياه، وأنا ما بدي إنه نور تنجرح ولا تتضايق حتى. أنا عشت يتيم من دون أهل، وبعرف شعور اليتيم وبعرف شو بيتعذب بحياته كمان.
بحس بهذا الألم كتير منيح، بس شايرة أنا نور عاجبتني لأنه هي البنت الوحيدة اللي ممكن تفهمني وتفهم وجعي. أنا ما عندي أي حدا من عيلتي لحتى يجي لعندكم ويطلب إيده لنور منكم. من شان هيك أنا اتصلت فيكي وطلبت إنك تجي، من شان أحكي معك عن مستقبل علاقتي بنور. وعم أحكي لك عادل، أنا بدي أقول لك شغلة. شايرة بترجاكي خليني أول خلص كلامي، ممكن؟ ما بعرف كيف قدرت استجمع شجاعتي وأحكي لك. حتى لو نور عم تبتسم طول الوقت ودائما عم تضحك، بس الخوف اللي مسيطر على حياتها نفسه مسيطر على حياتي، وهي بحاجة لحدا مثلي يهتم فيها وينتبه عليها منيح ويقدم لها السعادة والحب ويقدر إنه يوصل لها ويفوت على قلبها ويساعدها لتكتشف حالها ولتقدر تحدد هويتها وتوثق بحالها وتكون قوية. بس أنا فكرت واكتشفت قديش أنا كنت واحد أناني وما عم فكر إلا بحالي وبس. صح نور عاجبتني وأنا اللي قررت أتزوجها، بس فكرت شو رأيها فيني بالأول؟ يا ترى قدرت تحبني؟ ما سألت حالي هذا السؤال. بس يا شايرة أنا هلأ عرفت ليش نور رفضتني وما قبلت فيني، لأنه ببساطة بدها وقت. هي مكسورة من جوا وما عم تفكر إنها تتزوج بهالوقت نهائيا، وهالشي أبدا ما رح يضايقني على فكرة. نور بدها شوية وقت ومن حقها تاخد كل وقتها لحتى تفكر. هاد رأيي بالموضوع. عادل، وأنا أجيت لك نفس الكلام، إنه نور ما لها جاهزة للزواج، بدها شوية وقت. بس أنا مبسوطة كتير إنك قدرت تفهمها لنور منيح. شايرة أنا كتير مبسوط وفوق ما بتتخيلي إنه أنت بتفكري بنور لهالدرجة. شايرة شكراً كتير إليك. عن جد آسف، ما توخزيني، بس أخدتني المشاعر وما حسيت على حالي وما عندي حدا بالدنيا فضفضله وضمه. عادل، شو هي الريحة البشعة؟ أنو ريحة؟ بصراحة أنا أنفي مسدود شوي لتكون ريحة هذا الدواء. لا، ريحة شي تاني. عن أي ريحة عم تحكي أنت؟ عادل، هي ريحة غاز شي؟ شو؟ يمكن يكون الغاز عم يسرب. ايه، روح وشوف شو القصة. شايرة بعدين بشوف، هلا انت روحي يلا. لا خلص، روحي انت. شايرة بدي افتح الشبابيك بالاول بعدين بشوف، بس روحي انت رجاءا.
عادل اللي انت منيح؟ نور، ليلي قالت لك شايرة شي لوين كانت رايحة؟ لو شايرة قالت لي شي كنت قلت لك إلك كمان آذان. بعرف نور، بس صار لي كتير عم دق لها وما عم يلا رجع جرب يلا. آذان؟ شايرة؟ 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 شايرة وين كنتي؟ أنا دقيت لك كتير وأنتي ما رديتي. آذان أنا كنت. وهاد شو عم يساوي معك؟ شو صار؟ آذان أنا رحت مشان شوف عادل عنده بالبيت. شايرة شو ساويتي؟ نحن حكينا بالموضوع وأنا قلت لك آذان بعرف ورحت مشان قله. رحت لعنده عالبيت بس يبدو كان في تسريب غاز وصار انفجار كبير. آذان شو؟ شايرة انتي منيحة؟ طيب قلتي انفجار؟ طيب ليش ما اتصلتي فيني وما خبرتيني؟ آذان أنا منيحة بس هو انصاب بحروق، رحت أخذته على المستشفى. هو ما قاله حدا يروح لعنده نهائيا لهيك جبته على البيت لعنا. شايرة بس بوبال معباية فنادق. آسف مو حابب تقل عليكن بس بطاقتي وجواز السفر وكل شي احترق مع البيت هنيك. لو لهالشي كنت حجزت بالفندق. آذان عادل ما إله قرايبين والبيت كان ذكرى إله من أهله واحترق بالانفجار وتدمر كله، وأنا فكرت إنه كصديقة وبهالمشكلة الحالية إنه واجب يساعده لو بأقل ما يمكن، ولهذا السبب أنا جبته لهون. آذان بس شايرة. آذان رجاء القصة كم يوم مو أكتر. ما بعرف بترجع. ما بعرف ليش عادل هاد مرة بعد مرة عم بيحاول يتقرب منا وكل مرة في عنده حجة. آذان المسكين احترق بيته مشان هيك جبته لعنا على البيت. إذا بتحب إنك تهين العالم معناتها حضر حالك للإهانة كمان. عادل ابني بتشكرك. شكراً لأنك وقفت مع نور، فرحتني كتير. بس كتير بهدلتنا قدامه، لهيك زيادة البهدلة لازم تدفع عليها زيادة. أنا كسبت ثقة عيلة ميرزا وهلأ بقيان لي أكسب قلبها لنور كمان، لأنه نور إلى حصة بتقارب 50% من الأملاك والأعمال، وأنا بعد مباشرة رح أخذ حصة آذان واللي بتطلع كمان شي 50% تقريبا. وانت هلأ خليكي عم تتفرجي وتراقبي الوضع من بعيد وشوفي كيف رح دمر عيلة ميرزا. عادل شاب محترم كتير ومتأكدة الهدية اللي بعتها حلوة ورح تعجبك كمان.
من لما كنت صغيرة كان عندي حلم إني أتزوج ويصير عندي عيلة. هالحلم ما تحقق، ولهيك أنا أخذت قراري وشلت هاي الفكرة من راسي. بدي أعيش حياتي وأنا مستقلة، وما بدي أي رجال يدخل على حياتي. نور، قرارك هاد رح يساعدني كتير بصراحة، ورح تكون خطة حبي إلك ماشية على هذا الأساس. واللي رح يساعدني كتير بهالخطة هي الطعم البريء اللطيف، واللي هي الست شايرة. ما فيني بعد عنكم انتو التنتين، واحدة القلب والتانية هي الروح. بلاكن انتو التنتين انا كنت بموت. هاي ريحة تسريب غاز. طيب هلأ اطلعي انتي. قال إنه بيموت وما في عيش من دون نور وشايرة. طيب على هالحالة أنا كيف ممكن إني أترك نور وشايرة يضلوا بحياته؟ بهالأيام الأخ ما بيتمنى يشوف أخوه عايش بسعادة، فكيف لو كان أنا؟ الأخ غير الشقيق. لا تخاف يا أخي، أكيد ما رح أقتلك، بس كون واثق إنك ما رح تفلت مني. رح أخذ منك كل شي لأنه هذا من حقي أنا، حقي. استنوا شوفوا، لسه بدي خلي حياتكم تنقلب وتصير جحيم وعذاب كبير. بس استنوا شوفوا، نور أذان شايرة. شايرة خانو، آذان ونور. شايرة بترجاكي، طالما اتفقنا ما نجبر نور تتزوج، ليش رجعنا نحكي بهذا الموضوع؟ أصلاً ليش فتحنا هالسيرة؟ آذان، وهذا الحكي اللي رحت مشان إلا يا لعادل، وعادل تفهم الموضوع منيح وبنفسه قال رح يعطيها لنور شوية وقت. لهيك إجا يقعد عنا؟ شايرة أنا فهمان كل شيء، هو قرر يجي مشان يضل حوالين نور ويقدر يبدل قراره ويأثر علي أكتر. آذان، بس أنا ما رح أسمح لهالشي يصير، رح روح وأحكي مع المهرج. الملكة فيهم هي شايرة خانو، والملك هو آذان أختار ميرزا. من هلأ ليومين إذا ما بطلعوا لهذا عادل من هون ما بيكون اسمي آذان أختار ميرزا. قربت النهاية. رح نلعب مع بعض، والورقة الرابحة رح تكون معي وهي نور. ومثل ما بيكون دائما في بكل لعبة ورقة رابحة، كمان لازم يكون فيها أوغاد وأشرار ومجانين. والوغد اللي رح يكون بهي القصة أنا.
هديت لي برج الورق. إذا كنت حابب إنك تبقى هون في قواعد المفترض إنك تراعيها. وشو هي آزون؟ تفضل عم اسمعك. أول قاعدة، ممنوع تجي متأخر على البيت. أوه، بدك ياني مضي وقت أكتر معكن هون بالبيت يعني؟ مو مشكلة، حبيتها. تاني قاعدة، وقت تصير الساعة 10 الأضوية بغرفتك بدها تكون مطفية. أكيد وصحيح، يا ريت تصلح بيتك وترجع عليه بأسرع وقت ممكن. هي قاعدة؟ فيك تعتبرها قاعدة، وأهم قاعدة فيهم هي رقم 4، بوقت المساء ما بيحق لك تشوف لنور أبدا. وشايرة؟ عفوا؟ مو هيك، أنا بس قصدي هي القاعدة بتنطبق على نور بس ولا على شايرة ونور مع بعض؟ مهضوم، القاعدة 5 مسحك البايخ بتخليه بس بينك وبين حالك، والحكي التافه يلي ماله طعمه يا ريت تحتفظ فيه وما تحكي. بس ليك آزان، إذا مسحاته حلوين ولا لا مين بيقرر هذا الشيء؟ أنت ولا؟ ببقى بخبرك مين يلي رح يقرر الشيء. يلا تعالي معي. تصبح على خير يا يا أخي. شو؟ آذان جن يعني؟ حتى أنا عم قول هيك شايرة، إنه خلص جن وما ضل براسه عقل. بس أنا برأيي إنه لازم تبطلي تفكري بهالمعتوه وتعالي شوفي. قدمت على دورة تسويق إلكتروني. عن جد؟ إيه؟ بعد تفكير كتير بهالموضوع استوعبت منيح إني لحتى أعمل سيرة مهنية لازم أعمل دورة لهيك. لحظة، آذان عم بيراهق. شوفي، آذان بعت لك رسالة؟ أي نعم، السيد الرومانسي بعت لي رسالة. شوفي، هي فكرته عن الحب. صحي نور، انت شو هي فكرتك عن الحب؟ يعني شو الحب بنظرك؟ الحب؟ قلتيلي الحب. الحب بنظري شاروخان. نور عم بحكي عن جد، يلا جاوبيني. عن جد عم تحكي؟ طيب، الحب، الحب برأيي أصعب من المرض. بعطيكي مثال، يعني الواحد بينصاب بالرشح، بينصاب بالحمى، بس ما لازم ينصاب بالحب. نور، نور، عن جد عم بسألك، بدي أعرف منك، بدي أعرف بالضبط شو رأيك بالحب. الحب مثل المطر بغير موسمه، أحياناً بيكون بخبخة، وأحياناً رعد وبرق، وأحياناً بينزل بقوة وكله عواصف وسيول. يعني فيك تقولي علاقة مجنونة، يعني بس يدخل على حياتنا بيعصف فيها كلها، وأحياناً كمان بيكون هوا كتير قوي، وأحياناً تانية ما له حيل يتنفس، لا فيك تنامي ولا فيك ترتاحي ولا فيك تاكلي ولا فيك تعملي شي. باختصار، العقل والقلب اتنيناتهم مستحيل يشتغلوا سوا، والنظام تبعك بيتعطل وبيطفي. الحب مو مثل ما عم تقولي، الحب شي تاني تماماً، شي بيعطينا السلام. الحب هو اللي بيعلمنا كيف نحب حالنا ونحب غيرنا كمان. الحب ما له عاصفة مجنونة بالمرة، الحب شي تاني صدقيني، شي من المستحيل توقفه أي عاصفة. في شي درامي كتير بالحب على فكرة، شي عجيب كتير، بس كمان بيكون حلو. مثل بيوم من الأيام منفتح عيوننا الصبح وفجأة منحس كأنه الحب كان قدامنا، واقف قدام عيوننا، بس نحنا ما انتبهنا، ومن هاي اللحظة ما في أي سعادة بتساوي هذا الحب.
ولا أي شيء. هو الأهم بحياة كل إنسان وبحياة اللي بيحبك. هذا هو الحب. يعني قصدك بهالحكي إنه الحب بيحول الإنسان لعبد، ما هيك؟ نور. الكلام اللي قالته نور مزبوط، فعلاً الحب بيحول الإنسان لعبد ذليل، وهذا الشيء اللي رح يصير فيكي أنتي. وطبعاً بين الملك والملكة رح تكوني أنتي العبدة، أنتي يا نور. دير روبا، ممكن اطلب منك طلب؟ ايه. هو حكى وانت صدقت؟ يعني شو اعمل؟ برأيك قله ما بدي؟ شوف، اذا وافقت فنور رح ترفض، ما رح ترضى تقابل عادل ابدا. وليش لحتى ما ترضى؟ بما انه بعت وراها فاكيد هي رح تجي. يعني منتشارت؟ ايه منتشارت. متشوف، هالمرة أنا اللي رح أربح الشرط. لا يا هبلة، هالمرة رح تخسري على الأكيد. ليش؟ شوفي نور هلا رايحة لعند عادل لتشوفه. خير قلب بدك يعني؟ ايه حابب احكي معك شوي. احكي. قاعدة عالمية بالشغل، قبل ما تعمل اي صفقة شو ما كانت لازم تتفقد منيح حساباتك المجمدة كلها، ولهذا السبب حبيت شوفك لحتى احكي وتعرفي كل شي عن حساباتك المجمدة. رجعنا لنفس القصة؟ طيب لحظة شوي، اسمعيني بالاول. في شاب غني ومحب ومهتم وجسمه رياضي وشكله بجنن. الحقيقة إنه هو كامل مكمل من كل الزوايا، تماماً مثل ما أنتي حبيتي. عن جد؟ بس في عنده مشكلة واحدة. مع إنه كامل بس ما هيك معاجبني. لا، المشكلة إنه أنتي معجبة فيه أكتر ما بتتخيلي، أو فينا نقول إنك بتحبيه لدرجة الجنون وإنتي مو حاسة بهذا الشيء. اللي عن شو عم تحكي؟ هلأ رح تعرفي. بدي منك تفهم إنه هذا الكف مو لإلك، هذا الكف لتصرفك الرخيص والبايخ. لمشاهدة المزيد من الحلقات
يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.